ربيت امك يا زيتون. هو جاب الاخضر كده ليه؟ وايه الليل اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعن يا سيدي، انت مساعن. سلام عليك يا زعمت مساعن. الله عم الحاج، انت مساعن يا سيدي. مش فاهم مع السلامة عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي. حنيني. احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمة بتاع ولا غيره. بقول لك والنبي احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوطية، شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد يا في المريوطية يا اما في نصر الدين يا اما في ظبط اللبن، صح ولا ايه؟ انا مش فاهم منك حالة. مش فاهم منك حالة. ايه انت يا ابني؟ هنا. انت بتكلمني انا؟ انت افندم يا بسياحكو. ايه؟ افندم يا بسياحكو انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقول لك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب، يعني اركب ميكروباص منين ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر العين، امشي على طول هتاخد القصر، بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه ما انا بقول لك انا اروح السيده زينب ازاي، من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ انت من حمار. انا على ابن حمار؟ يا جدع ما بلاش الاتقال. انت من حمار. يا جدع انت من حمار وستين حمار والله حداد بايدي في زرك هطلع لك ولا اخرك بره. ايه يا عم الحاج؟ انا بقول لك اروح السيده زينب ازاي؟ ما انا بقول لك يا تنفع من حمار يا تاخد يا جدع اجري بقى بلاش غلاوه بقى. الله 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 الله. انت بتطلع قلبك عليا ولا ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، اروح ازاي؟ خدي معاك على طول يا اخي. انا على ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني. بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محروق الدنيا. محروق الدنيا دي كلها. يلا ربنا شايفك بقى. انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا. حبيبي تسلم الباشا. حبيبي متشكرين قوي. انا مش عارف انت اللي بهرجت ويا افندم ويا ايه، مش فاهم انا انت ايه. ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي بهرجت ويا افندم. يا راجل اجري انت من تحت. انت شنى معاي شنى معاي لما انا بلو شنى معاي ويلي شنى معاي. ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ يا نهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر، عدى من جنبي وبيجري. ما انا في حزه الطابور اهو يا حضره العمدة، بس انت اللي محمل علي. وانت يا سلغندور، انت يا اخويا اصلب طولك شويه.
ما هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عمي؟ ماني واقف اهو صلب عودي زي الشجره الميته. اعمل ايه تاني يا ناس؟ اهدى يا ولد، بطل ولولة زي النسوان يا واد عيب، اخرس بقى، هاني عايز مصلحتك. الله، اقف ارفع راسك لفوق واياك تخاف الموت. لما تيجي تقف معانا في الطابور يا عمدي وارفع راسك لفوق وتبقى مثل يحتذى به. ايه؟ طب ومين بقى هيراعي نسوانكم وعيالكم؟ ليكوا من هنا غيري ابوك العمدي. ما هو دي اللي مصبرنا على الموت يا عمده. دي والله ده مصبرنا على الموت. بس خصمك النبي يا شيخ، وصيتي ليك عيالي، مرتي وعيالي امانه في رقبتك. مش مرتك وعيالك بس يا ولد، دي نسوان وعيال البلد كلها امانه في رقبتي. هو ده اللي قدرك عليه ربنا يا عمده؟ يا دي عبيط افهم، الانجليز دول لازم نسبك عليهم الدور. اعزلنينا يعني مسلمين وراضيين، لكن اللي في القلب في القلب، وفي الاول وفي الاخر ده نصيب وحكم القدر. حكم الانجليز واللي بيوالسوهم يا عمده. الله في سماه، لولاكش داخل على موته اني كنت موتتك بايدي وخناقتك. وادي علوان، شوف الزفت الكلب ده. ما توقف عدل يا جدع انت، وخلي عندك نخوه، احترم الدقيقتين اللي فاضلين لك من عمرك. هو حتى كمان الموت بقى فيه مليطه؟ لا 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 يا علوان، لا بالراحه عليه، ده راجل ده حبيبني وبيننا وبينه عيش وملح. قلبك كبير يا حضره العمده وصدرك كله حنيه. اعمل ايه يا سخنه؟ ما هم كلهم ولادي. بشراكم بشراكم أهل دنشواي، أحب أبشركم الليلة إنها ليلة هنه وفرح وسرور. وعلى الله كده يكون كل واحد فيكم فائح حمومة محترمة ومعتبرة ومتعطر. ليه؟ لأن البياتة اللي لاقي حتكون مع حور العين، دي مكتوبة لكم، مع إن أنتوا ما تستحقوهاش. لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في كرم الله الذي ليس له حدود؟ أنتم محاظيظ، أنتم لكم كل الفضل والخير في هذه الليلة. ماذا أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. ساتين. ما الطابور ده بتاع ايه؟ ها؟ والله؟ والله؟ عشان كده بقى. ايوه. ايه استنى عندنا زغاريد بتاعت حريم كده وزيت وسكر. زيت وسكر؟ يا ساتر يا بابا. ما نحبش الخير لبعض ابدا. انتوا ما بينتوا شعب، بصوا انتوا ما تحبوش الخير لبعض ابدا. ولعلمك لو ده طابور انتخابات حتى، ها؟ لا الزيت ولا السكر هيجيب فايده، لو بالزيت والسكر كان عبد الهادي الحلواني مسك مصر ومن فرع باب اللوك كمان. يا عم ما تقول ده بتاع ايه الطابور ده؟ ما انت مش هسيب امك النهارده ما تقول لي. ده طابور ايه ده؟ داخلين نتشنق. ده فيلم جديد؟ خيه وعملوه وحبكوها جامد. يا ايوه ده الفيلم ده بتاع مين طيب؟ بتاع يوسف جاهين؟ فين؟ انت عبيط يا جدع انت؟ يا اخي يا اخي هنتشنق هنتشنق. الانجليز ولاد الكلب
افتكرونا من الصوار قام حشنوني. عارف عارف الطابور ده كلاته هيموتوا مشنوين يا عمي. وانت معاني؟ لا والله. خمار انت خارجه بره الطابور ليه؟ رجع الطابور يا خمار يا كلبه. لا لا اصحى بقى، مش الذنب اللي يتقالوا خماره. خماره ده ادهالك عشان خاطر رواجب الضيافه، انما الكلبه دي انا ممكن اروح مضابه. المفتاح والباب وخماره والانجليز. بس عرفت انا نزلت فين. بس خلي بالك خلي بالك، انتوا مش هتقعدوا كتير. ها اتعمل عليكم ثلاث افلام، الذكوريه وبين الاسران والمهلبيه. لحظه واحده. امسكتوا الخماره دي لازم تتشرق. يا عم حماره مين بقى؟ اصحى يا عم الحاج، اصحى للنادى يا كلابنا السياده. انا بص دي بص، اوعى ما فيش، اوعى يا دي لازم تموت اول واحده. اصحى للنادى سخونه، خش عليها. انا النادى اللي ما بيعرفش الحاجات دي. بصيت اتفرجوا يا رجاله. وعهد الله الراجل ده زعيم ولازم نمشي على خطاه ونعلمه كل اللي بيعمله كمان. أكيد مجنون. هو حد يستجري يطول على سيادنا الإنجليز غير المجانين؟ بس الواد ده أني خايف لو يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عم ده طلع زعيم بحق وحقيقي، هاني أقول لك إحنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار، والإنجليز أكيد مش هيسكتوا. نقف إحنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمدي حكيم. امال ايه يا ولد، هو عمدتنا دي اي عمدي؟ ده عمدي مطرح ما ترش دقيلي. وانا هدقيلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا يلا بينا. يلا وراه يلا. احنا صوتنا من نفخنا. صوتنا منين؟ من نفخنا. انا ما حد يزقكوا على غلط انتوا مش عايزين تعملوه. لا لان احنا خلاص النهارده يوم الاستقلال. النهارده يوم الجلال. كفايه بقى، مصر شالت فوق طاقتها ناس كتير. الحقوها قبل ما يروح الفطير. وتحيا يا ناس. تحيا مصر. تحيا يا ناس. تحيا مصر. تحيا يا ناس. تحيا مصر. نموت نموت ويحيى اللي عندنا. نموت نموت.
وهيسا هيسا 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 عند العرب هيسا 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 بس يا بنت التوهيل هواني كل ما الاقي راجل تطلعولي كده زي ما كنت وابي يلا كيش حدي وهي يلا بقى كيش حدي ماشي يا فتحي يلا يا بنت الغور الرجاله طول عمرك بتخد نروح زي ما قلت لك بقى نعمل كده ماشي اسمعوا رجاله ايوه احنا هنروح نحوط على البلد كلتها ايوه عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليز الكلاب دول نقول قولك يلا بينا يلا بينا يا رجاله يلا بينا شفتك وانت شفتك كنت بتوزعي البنات صحباتك يعني بتوسعي سكة كده عشان انت معجبة بيا يعني حسيت انك معجبة بيا فانا شايف ان العلاقة دي شوية اوفر شوية سنة سخنطاته كده اوفر يعني ايوه هو بيش بيقولوا ان في غراب بين قوي اللبحي اسيوي في ايه؟ غراب بين قوي اللبحي لبحي؟ ايوه يلا قصدك من اول لبخه انا يعني الرزله اللي ورا دي بس يا بيت بقول لك ايه نبي عسل انا اللي عايز اقول لك ان انت عسل نكرر اه يعني خيوبين علي لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من جوي والله القلب بقى هنا دلوقتي بين ساعه بشافك حدفي يا بيب يبين؟ ده ايه السحرات الثلاثة اللي ورا دول؟ ايه دول؟ يوه طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية لا اوه تقول على نفسك خدامة لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا وانت من الاحراز يا اتوح انا عارفة اسمك النبي؟ ايوه طب انا اسمي ايه؟ سليبي ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي يعني انا حد ما بيقول لي سليبي يعني ها اوبا ليه اوبا ليه والنبي عسل لا انا اسمي الليمبي لا بقدرش لازم اقول لك سليبي بقدرش اقول لك ليبي سليبي عشان انت مو مهذبه ايوه هتقولي سليبي بدل ليبي ايوه كده طب ما تيجي ده بص عاملين ازاي ده غلس قوي ايوه بس يا بنتي توهي ده غلس قوي ايوه تعالى مفيش هنا اي كفا شوب كفا شوب او انزرال في كفا شوب او في انزرال تقصد دروه دروه ليون عليا احكام ولا ايه بس لا في دروه يعني وراه يلا صار ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب الحد وكنز قال طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده وبالده اردب قبح وبالده بطين ده بستلف بني بليب اشترى بيه حلوه طحيني بليم؟ ايوه بليم وجاب بيه حلوه طحينيه؟ ايوه ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم؟ ايوه امال ايه واخد الكنز حجي قال ايه لبى يظهر الكنز هيسدد واخد بغلبه فيه نزله فيه ضرب لحد ما تعبه اتعبه ايوه عبي نضر راح عبي لحد ما نضر راح إيه؟ ده انت مش عايزه عمليه الحنيه ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك هو عادي كان عشان خاطر يتعني ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بينه تلاقيهم بديوم بش أقل بين 50 جنيه 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد يا نهار اسود عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه 50 واضح ان الباب المرة دي رماني عند محمد ابو سويلم انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا بلاش سليبي دي بقى يعني ارفعي الكلفت ارفعي الكلفت بيني وبينك كده و وشيل السين وخلي لبي بس عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده لا ما اقدرش ما تقدريش ما اقدرش انت سليبي وهتفضل سليبي يا بنت ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا خلاص سليبي طب وهم ما قالهمش على سر الكنز هيقول
امال ايه؟ هو في كنز بتأسسه؟ ايوه بت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بت بقى ايوه بقول لك في كنز، خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. ايه؟ داني شغاله هنا. كان صحيح حكايه الكنز يا ولاد؟ ايه بت بتكلمي نفسك قد ايه؟ مفيش يا سليبي. خديني انت بس عند الزرازير ها؟ ونروح نجيب الكنز. وناخد انا وانت بقى. بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي هنا دي، عيش يا بت هنغنغك. بصي على بيتك لؤلؤ في بقى في كتب والمصحف هتاكلي اكل بس انت يلا خديني هناك استبينا خلاص هاجي معاك انا لا فضلي عين ولا تقي خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي شكل كده يعني من واحده اعرفها اسمها بسبوسه وواحده ثانيه اسمها هند وشك قريب منهم كيوت وشك كيوت دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا دول مش اخوات ده يعني حاجه هقول لك انا عليها في العقارب اللي احنا مستعجل يعني عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي ربنا يستر عليكي. الا قول لي يا سليبي ايوه هو انت بالدرويش؟ بنورنيش ايه؟ درويش؟ درويش ليه؟ بتأخذنيش يعني يا سليبي لبسك كده غريب الجلابيه والعبابه والجزبه ده انا اصل ده موضوع انا هيطول شرحه فانا ايه عايز بس انا معلش ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده ايه انا هجيب لك لبس يليق ببقابك بقابك ايوه متفهم ايه بقابك ده فتحيه على فكره انت لازم تعملي اللحنيه هتخلصي لازم يحصل فتحه في اي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع بعض ده تكسفنيش يا سليبي يا بنت انت كرهتني في السلبات عاش زعمي الناس دول عاش زعمي الناس بترحب بك يا سليبي انت خلاص بقيت زعيبهم شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا ولادهم جيت انت ونجدتوهم ده نحييهم يعني عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم عاش الزعيم يا ايها الزعيم ايوه لقد حررتنا واكرمتني ايوه صلاح الدين بعث من جديد ايوه صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين ايوه والزعيم حررنا من الانجليز ايوه طبعا العين لا ترى سواك أيوة والقلب لا يعشق إلاك وإيه النهاردة جمعة ولا إيه؟ النهاردة عيد ولازم نحتفل بيك أيوة دخلتك بس أنا أصلا عندي مشوار كده يعني وفي بقين عايز أنطرهم كده مع القطة يعني. أبدا والله لازم نحتفل بيك أيوة زي ما اتفقنا يا رجالة أيوة إحنا هناخد الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمدة أيوة لازم نحتفل بيه أمال إيه؟ يحيى مصر يحيى مصر نموت ويحيى الليمبي نموت نموت ويحيى الليمبي أيها المصريين الأحراز أيها المصريين الأحراز أيوة وخذوا كل ولدنا من بطنات أمهاتنا أحرازا أيوة من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور والسبعة دي هي اللي احنا عايزينها لأنهم خلوهم ضيق هم دول اللي ينفعوا في الثورة صحيح مش كده ولا ايه؟ لازم نتكلم في حاجة زي كده ونتكلم في المرتبات بتاعتنا أحسن ما بنسكتش على 15 قرش بس أبدا لازم يبقى مش أقل من 35 لتر أيوه طبعا مش المفروض كده أيوه أمال ايه؟ انظروا للحنفية أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش ترعة؟ مفيش ناشفة؟ الترعة جفت؟ يعني أنا لازم نجيب مية وترعة أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت طبعا واللي نعدي على الترعة لازم يبص على المالح يعني يلي على الترعة حول على المالح 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 بقى بيوجعني انا لسه بيوجعني بقى بيوجعني من مشي امبارح يلي على الترعة حول على المالح رجلي بتوجعني بقى بيوجعني فازاي انتوا تسمحوا نفسكم اللي يحصل كده معاكم اخش عليكم الاقيكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي لا
لو وليه؟ يعني لو وليه الاثنين في نفس واحد؟ لو وليه؟ ليه؟ هل انتم حيوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا. لا، انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرصيص. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسألكوا سؤال. افرض ان الظروف ما سمحتش انه النمب يبقى الزعيم بتاعكو. بلاش دي. افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ قولي انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا اقول لكم انتوا كنتوا هتعملوا ايه؟ ولا حاجه. لان انتوا منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكوا من الكنيف، انتوا خرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق. كلامك حلو. يا سلام. يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقست ايه؟ فلقست ايه؟ فلقسوف يا جاهل. ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلاسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلاسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني. ايوه. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح، احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللت والعجل دي كلاته. احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سي الاستاذ لمبي؟ لا اله الا الله. حكايه المشانق دي جات لينا على الطبطاق. ايوه. قولي ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا شنقنا نفسينا. ايوه على قولك. عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما يرضى من هذه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بتشغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لمبي انه ناهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا عمده. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. حبيبنا عمدتنا. الليله ليلتك بقى. الذبايح والرقص والمغنى. وان هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم ده ولا ايه؟ بالك انت. ايوه. انا اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه انا زعيم بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد. الفرحه حلوه. ايوه. ادعوا العم ده. ادعوا له. يخرب بيت ابوه. ادعوا له. يخرب بيت ابوه. يا سلام. شايف محبه الناس يا عمده؟ ايوه يا شيخنا. هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يديمها عليك نعمة يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. ادعوا له. يخرب بيت ابوه. واحنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 بك 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 ما 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 انتوا ايه؟ معلش كلام. وده اهم حاجه ان انتوا
تشيلوا الجلة والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. لا ومش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. عشان طين بلدنا يتحط على دماغنا. ما فيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك حلو. صح كده؟ على يا نعمة كلامك حلو. ما تستناش القلب كزعيم. كزعيم ان هو يجيلكم ويسيبكم من قلب الجلوط. ما يصحش طبعا. يلا بنت جرمش. لا لا. عايز ايه يا بنت؟ اني فتحي. ايه ده؟ فتحي. طب بس مش كده؟ طب اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه اللي انت فيها. اطور من الطينه. احنا مستنيين. والله زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهزيق. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سيلبي الحاجات دي. سيلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسة؟ ده ايه؟ بولة ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقية. ايوه. طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ طب ده انت لازبا ولابد تتغندع وتبنجي قدام اهل البلد كلمتها. اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحة دي معمولة مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه بلاه زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. فهمتني؟ ايوه فهمتك. صحيح. وراي كل رجل من عظيم لحنية. الله قولي يا سيلبي. أيوه. هي ايه اللحبية دي؟ عمال تقولي لحبية لحبية. شكلك بتعكسني. يا بنت هو انا شاديني بك ايه اللحنية بتاعتك. سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بك قد ايه؟ رأس وبغنى وبزيكي. ايوه احنا نقعد نزغط بزغطوا. طبعا هوا بقى وهوا وتريت تريت تريت هوبا ايريتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البنت العبيطه البنت دي ولا ايه؟ بقول لكم انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل. ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك يا رب البطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا رافع راسنا. ايوه يا رافع راسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة. يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقولك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير الهدوم دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار العم دي غير هناك. لا 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 عمده لا. انا عايز حته تانيه مكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم. احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعت الغفير هناك. بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هخش اكل. انا هخش اغير الـ كده. لا لا مش من مقامك. يلا يلا. لا زعيم الا انت. يا عم يلا بقى. لا زعيم الا انت. عند بدل تسقيل قوي. عمدتنا وحبابنا. يا بطل. حبابنا. حبيبنا حبيب البلد كلها. الله يخليك. والله حبيب البلد دي كلها والله. الله يخليك يا بطل. يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي ملى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغل العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضاربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب الخدمه الشريفه. البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله. احمد هيبنى بقى. انا على شرك شرك. خبريه يا اخوي. خبريه. هو احنا يعني مش قد المهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال. قول يا بطل. قول يا حبيبي. قول يا مشرفنا. والله. والله البطل ده ما يقعد الا في حال. ايوه 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 اي
تعالى يا لمي. أبو النبي ريحك أخف من ريح اللي هنا. الله يخليك يا ساعدني. كفاية الله يخليك. مش جاي تعالى جنبي وجنب المأمور. تعالى المأمور الباشا. جناب المأمور اتفضل. ده ظابط جديد؟ قديم قديم كبير. أهلا وسهلا. اتفضل يا عمدة. اتفضل. نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك. الله يخليك يا رجل. البيض يا بنت. البيض يا بنت. البيض والذبايح والهبر والطعميه. انا ما بحبش العجه يا عمده. ده احنا نذبح لك نعام. نعام الله يرضينا عليك. فين الزمر وفين التمر؟ انا ما بحبش التمر. انا احبش التمر. لا 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 مش التمر الطبل. ما بحبش التمر انا. ما بحبش الناس دي عبيطه ليه؟ شكلها كده. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو باللي اللي بيني. ايوه الرقص والمزاج والسهرانه. دوق يا مزيكي. انت بص انت العلاقه في وسط النواشي اللي واقفه دي دايم كل دول قاعدين. خلي بالك يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهطه القشطه دي. لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عسل والله طلعت. عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ فزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري. ايه؟ هي مين دي اللي حلوه يعني؟ الليله. الليلة يا عمدي. ايوه ايوه الليلة. الله يحزك يا ميت. تدري ما تروح تشوف الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدي. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. والنبي زعيمكم يعني عايز اعمل ببي. يعني ايه ببي يا زعيم؟ ايه يعني ايه ببي يا زعيم؟ ببي يعني انا عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا ببي؟ خلاص خلاص وصلت وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل ايه يا
الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحية. أيوة. يا ستي فتحية. انت يا بنت يا فتحية. وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام ها؟ أيوة. أنا الزعيم؟ الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. تفضل. بعد إذنكم يا رجالة. تفضل يا زعيم. وادي يا حلوان. أمر يا عمدة. هريسة متأمن يا ولد. أمان الأمان يا عمدة. حط في بطنك بطيخة صيفي. طب غرجتك ده يا فم. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة، هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو، قولي الأمر. لحنية يا فتحية، أنا أطلع لهريسة إزاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي، هيسرقوه ولا إيه؟ دبانة إيه يا سليب بالديانة؟ الديانة بتطبصين له في كل حتة، خليك بستحرص. أيوة خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك أنت سلم. السلب أهو. أه ده من جنبه ده. هتطلع في البين. في شبال. أيوة. في البين ده. في شبال، في فوق، في تحت، في بطلة، في البين، في شبال، في فوق، يلا 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 في تحت، يلا فتحي يلا. وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا في البخت ده اللي اسمه لمبي، واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمد يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمدة، الصبر حلم وكل وقت وله أداة، واللمبي دي تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأراك يا هالي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ من اللندي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانة والرجولة والأدب. اللمبي من السيدة زينب وعارف يعني ايه الوصول، مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوق خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ قول يا عم انا مش من سيدة زينب والله. يا رب ابوك يحبك. طب يعمل عمره. طب يركب طعم دواسات. وحياة امك لاجي باسمك بالمرور. لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدري عليا لو ربنا كرمه وقام بسلامي لدبح جدي ووزع على البلد كلتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز 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 سليبي. اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، بيخطرف يا رجال. إيه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. أرفع الحمد لله على السلامة. تمام، ده أنا بغدعكم كلكم. أنتوا بتضربوني؟ عايز أنا مش من المنطقة تضربوني؟ لا يا سليم. أنا هتضرب أكل أوريك أنت. أنت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو إيه اللي حصل يا سليبي؟ والله فاكر يا فتحية، والله فاكر، بس أنا كل اللي أنا كنت فاكره إنه كان في خناقة مع حد فرديته بالبنية. اتضحنا إيه يا داخل الفعطر؟ أصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحية أنا ولا حاجة؟ مش مهم، حمد الله على سلامتك إن شاء الله. أني ده شرع بعيد الشرع عليك يا فتحية. صدق أول مرة حس إن في بني آدم بخاف عليا وفي في حنية كده وودن يعني دنه. قول لي أنا خاف عليك يا زعيمني. إيه يا عم أنت؟ ده إيه يا أخويا خضيت وده دي؟ إيه؟ زعيمنا ما يتخضش يا عم، لا يخد بالك بزيك. يا عم استنى، أنت مش عارف التنين أصلاً. أنت ما فيش أي تمييز؟ ما فيش أي تمييز؟ أنت مش في لحظة هنا عاطفية تميز؟ لحظة فيه هنا ودن وحنان، يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكية. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا. وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى. وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا. وكان زماننا بعيد بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوه كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمدة هو اللي عمل المهرج ده يا رجاله. ده الراجل ده شكله ده ضربني. اني ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما اعتقد، وان كان العمه ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز اني هخلص عليك. خبر ايه يا حضره العمده؟ اهدي مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح. واني هعمل ايه بالعقل؟ اني عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدي، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رأيي؟ اخرس انت هلا حط بلغه في بقك. احنا يا عمده جربنا معاها الشده كتير وياما، يعني كانت عملت حاجه؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمد الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين. الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمة؟ ايوه حكمة. اخرس انت. طيب يعني عاوز نعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل، هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خاف خاف يا نغه، افتح الباب يا خيخه. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبوله منك يا سي هريسي، مقبوله منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هوت بقى وتدل العمده على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه وفهمني. مين اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابه للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمه الانجليز على حساب اهل بلده ويبيعهم بالرخيص
الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني اني اني ايه ديه؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت اعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني اعمى؟ انا صحيح اعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصيري. اصفخس عليك عمدة معفن، عمدة هزو. انت واهلك اللي هدو وعيلة وطية ولا عنوان. طخ الواد ده عيارين عديم الرمايه دي. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ يا تجده يا في امك. يمين بالله ثلاثه، ثلاثه بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقه بكره قدام الناس في صلاه الجمعه. بكره الثلاثه يا هاريسي. يا سيدي مشيها جمعه. وبعدين انا راجل اعمى، انا بحذركم إن ما قريتوا للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها. أنت والشيخ العرة دي هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان. استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان أحش بيها رقبة الكلب ده. سكينة إيه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس. ابني يا في الشغلي. صلي على النبي يا راجل. يلا بس تعالى. عليك وتفي. الحمد لله الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكره دي. الحمد لله على السلامه يا زعيم. سلام عليك. الحمد لله على سلامتك يا نمر. الف سلام عليك. خلاص تمام، محدش يجي تاني. انا خفيت، انا خفيت خلاص. بطلة يا اختي انتي وهي. يلا وعونا عرض كتافكو. يلا ماشي يا فتحي. مع السلامة يا اختي. يلا يا اختي. يا هلا. يلا واكبر اختي. شوية وفي برضو. والنبي يابا علقي على براد الشاي عشان اعمل كوباية الشاي لسليب. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لإيه متجوزه. بطلي برطمة يا وليه وروح اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شويه. ماشي. عيله متفهمه. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده. والنبي عسل يا بنت. ده انت بصي، ده بصي فانيك بحس ان في مصيص من الامل جاي. في سفينة ميه. كفايه ميه كفايه ميه فتحيه. لازم ننزل الحراري. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمان نزل وغرق دلوقتي وبيقولوا انقذوني. خلاص يا سيدي ببلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترم نفسك يا سيلبي. ماشي خلاص قربي شويه كمان. حلو كده؟ يا ريت بالراحه. العيله دي اب عامل نفسه نايم وكانه جاي له غبوبة السكر، وام بتجيب الشاي من مزارع كينيا، وبنت قافزه على رجل. بتكسفني يا سيلبي. لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي. ايوه. خليك معانا يا عم الحج وانت نايم كده. ها؟ بس بقى انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايم؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ ايوه. طب انا يعني هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. عشان نعمل ايه؟ نتجوز. ألف بركة. ده كمين ده. اسمعيني بس يا مقتدري، الكلام أخد وعطى. أنا حتجوز البت اللي اسمها فتحية ديت
كوعاء ليس إلا تخلف الواد ويبقى باسمك. بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شانيه بقى حاكل من كلامك البكاش ده يا عمده. اني عارفاك، اني خبزاك ووكلاك وهضماك. اطلع من دول يا عمده، هشك بشك. ايه ليه ده كله يا ميتدري؟ ليه ده كله؟ الله، واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك. العز والاملاك، بسم الله ما شاء الله، اللي حوالينا وتحت يدنا والاراضي والمواشي دي كلها هتروح لمين في الاخر؟ لاخويا ابن امي وابويا هيورثني، وهي دي صله الرحم. لا فلوسنا لا، أرضينا ما تخرجش برانا أبدا. يعني أني حبقى أم الواد؟ وبورق رسمي مكتب الصحة في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلتي ايه؟ موافقه. حلو، بس بشرط. مر ليله دخلتك على المدعوق. ايه اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه يا دي علوان؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ فرح سلمبي يا عمده، اللي اهل البلد عملوه زعيم. اللمبي واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطايه يا عمده، بطايه البلد، فتحيه بنت حسان يا عمده. يا فتحيه ما تمت، خدها اللمبي وطار. يا اهلا يا زعيمني. اتحشمي يا وليه وخش جوه، يلا خش جوه. عندتنا وحبابنا. أهلاً 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 وألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا لقيتك اتأخرت، المفروض إن أنت كنت تيجي تبارك لنا، ها؟ وبعدين اتأخرت فقلت بقى لا، قلت اروح انا جاي على هنا بقى انا والناس والمعازيم كلهم، ونيجي بقى عنا. انت ابوها بقى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. احنا خلاص، احنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى اكل وعيش وملح وعيشه مع بعض، بقينا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ اللي بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوها الكبير؟ وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجه وهي. حط ايدك في ايده يا عمده، قول وراي. لا انا عارفها دي، زوجتك لنفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى لعبة وحشة من غيرك، تعالى بقى. هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا. يا
عم زاي. يا عرسنا ليلتك جميلة والكرم زايد، يا بنية حلوة وجميلة والغرام زايد، نقيت وجبت الأصيلة والأدب الأدب زايد. والدك وعمك وخالك يسو ناس ألوفات، سألت ربي البرايا يحرسك من العين. الحر عند اللزوم تلقى وراه إلوفات. الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب، الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب، هو دعانا لفرح وجينا يا حبايب. يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب، اشوف لكل الحبايب يوم فرح زايد. يا نير خليك صاحي يا عريس ما تنامش، خليك صاحي يا عريس ما تنامش، الليله من عمرك ما تتعوضش. خد من العروسه يا جميل واديها، خد من العروسه يا جميل واديها، واشرب كاسات الفرح ولا تشبعش. دايماً تلاقيها، اسأل عروسك تراويسيها، في حضن قلبك دايماً تلاقيها، سمي ومن عين الحسود ارقيها، سمي ومن عين الحسود ارقيها، بنت الأصول بالمال ما تتقدرش. بعد السلام قدم له ألف تحية، انجي أبوك من بدري في الصباحية، بعد السلام قدم له ألف تحية. سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله ونعم بالله. قال يا بنت اللي في الحجاب دي مظبوط؟ يعني هواني أقدر أجيب حاجة للست اللي بتقدر، الست الكمل اللي عايشين بخير، اللي ما تكون حاجة مضمونة مجرباها في نسوان ياما. حقا يا بنتي لو حصل هحللك بقي. انا حلاوتي رضاك عني يا ست الكل. انا هبقى ست الكل بصحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنه نسوان البلد اللي عايزين الحش. Thank you.
سيليبي. اصحى يا سيليبي. سيليبي. انا نمت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العواف. الله يعافيك. واحد جسمه مكسر جامد قوي. انا قول يا سيليب. طيب لما ارض ما عندكش الاوضه بس. فداك يا سيليب. كان يزن شويه. فداك يا سيليب. انا قول لي هو اهدي. ايه؟ اهدي يا سيليب. هذا الدبانه بتاعت العيله الهرسيه اللي تثبت ان انا من عيله هرس من الموروث. ايوه. ماشي. طب بقول لك ايه؟ انا هقوم اخد الحمام وانت حضر الفطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شو ايه؟ ريقك. والله افطر ولا هعمل جريمه قتل. ايه يا سيدي؟ ما بلاش الاوضه بس اصلها كنز شويه فانا مش واخده على كده. ماشي. انا ان كان علي اجيب لك شويه فاكهه يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجه. بوز او بانجه؟ يا بنت ام مصعب انت عارفه انت عسل من غير ما بقوم انا عشان ده. يلا قوم وانا هحضر لك شويه فطير على شويه عسل على شويه بيض على شويه جبنه. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه يا سيدي؟ ما تجيبش يا سيدي. يا بنت انت ما تكتبش معايا يا سيدي. يا بنت انت ما تكتبش معايا يا سيدي. ايه ده؟ كسفتني يا بنت حمود. اقعد اقعد هنا اقعد ازق برجلي. ازق؟ اسحب ولا ازق؟ ده ازق ولا ازق برجلي؟ ايوه ازق ازق يا بنت. ايوه. بلوسة نايلون نايلون على شبه تركات عيلة تيها تيها يولاد الحلال. بلوسة نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي خوخي جمع دوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة خوخي جمع دوخة واللي لقيها لقيها يطلب لها بالحال. أنا أبوس بيك. أنا جدك إيه يا سليم؟ الدواء الجبنة دي شفت لد الهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وهو بياكل. أمال إيه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليم بي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفه يا سليب. هاتلي التسكته من على البلاص. سكتي؟ يلا. يا سليبي. ايوه. يا ده هات التسكته يا بنت. هات يا سليب يا اختي عليكم على جمال. ايوه كده. ايوه مظبوطه في النص. ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليبي. عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بنت جوه. قوم يلا جوه يلا. يلا انت جوه. كلام الفاضي ده. عايز ايه يا عم علوان؟ مش انا اللي عايز، جناب العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز، هو ما جاش ليه؟ ما وعدتني عشان اجيبك تروح له. يا سلام، وانت صفت صفت مهليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي. اعمل ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده، ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي. قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ لا انا ما بستهزئش ولا حاجه. لا انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده عيب. طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي. امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه. انا كده وش صريح يعني. طب
طب يا سلمبي خد البيضة وقول له ان انا جاي بديلك. ما تتأخرش والنبي يا سلمبي. لا والله تعبص بديلك هتلاقيني على طول. ما تكذبش التحذير يا سلمبي. عيل يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيبلك تحذير تاني. يلا روح انت انا جاي. خلاص يا سلمبي اكيد فوتك بعافية. مع الف سخرارة. مع السلامة. عليك اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. جرب توحى. اخرج يا سلبي. تعال يا بنت تعال. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتصليت عليا يا بنت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ ايوه بتاخذني. ايوه لا مش ده كان عايز كده وانا بعدين بروح في وقت تاني مش مهم يتحرق يولع. ليه؟ بشتة يا سلبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل والشهد المكرر ده نساني كل حاجة. يا يا سلبي احنا في الصباحية. ايوه يا بنتي. شفت امبارح كانت عاملة ازاي الليلة؟ شفت؟ شفت النطة اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتي؟ عشان اوريك انا بس مرجعها اوريك نمرة تانية. طب يلا روح له بسرعة. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استأذنا عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. أمال إيه؟ نفهم في الأصول. بلك أنت العبد دي بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حبر. هي لحمة الحبرة انا عارفها يا فيه في المريخين عندك جوه هي اللي قافله كل الحروب دي. يا سلبي بتكلم بلو كلابي. لا بلوش كلابك بلوش حاجة خالص. انا هروح له بقى. ها يلا روح. وانت جهزي نفسك هدعيلك اعملي اكاوي وكوارع حطيني نازل من لما. ده انت حيا ده انت هتفضع الطاقة يا سلبي. يلا قوم. روح ليه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سلبي. أيوة. ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سلبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سلبي وترجع لي بالسلامة يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سلبي. يا رب يا سليب. يلا يا سليب. يلا 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 يلا. يعني ايه يا عمده انت عايزني ان انا اطلق مراتي على اساس ان جالك خبر ان الليمبي اتقلب من زوجك في الطياره ولا ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. اه يا منافق انت منافق انت بمنخرين انت. ما تخلص يا قلق احنا هنقضيها بقى محايلة عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص ما ترمي يا من الطلعة يا والي. الله مش هطلع انا يا جدعان. يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا انت بوحك ده في شر مين ده ولا في انهي فيلا بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لما اخذ دراعك بس يا جنب المأمور لا اكون مفرغ الفرفر ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمدة. لا يا رب كل حاجة توقف عنك وما تشتغلش. طلع ربنا يهدينا يا اخويا ويبتليك بمرض يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني. ايوه انت ايه ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا قول ايه؟ زوجاتي فتحية بنت حسان طالع مني. ربنا يتم لك يا عمدة بحاجة. يلا 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 حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمدة. خذ من الحال ربنا كبير وشوك يا ابو سلام يا حسب
من الهوى نعمل وكيل فيك. دي جاز اشتادك يا بنتي يا خضر. ايه ماني لازم اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتي. تحصلي بيه عشا بابليس في الجنه. اخصى عليكي. بتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه، خليكم كده على نار. بقول لك يا بنتي فتحيه ما عندوش ابن عم، ابن خال، اخ، ده انا حبيبتك. لا يا اختي بقطع بيت شجر. ايه طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انت وهي. هكلبهولكم بس على شرط يكون شبهه، كلامه مفكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط، حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. انا عرفت بالحياة. رايح فين يا سليب؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص. يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كف الله الشر؟ انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليلة الدخلة؟ امبارح كنت تحليلي. انما النهارده ما تحليليش. تحليليش؟ بالك يا سليبي. العمدة طلعني منك يا حبي. طلعتني؟ أنا كنت هتتهدي بالسلاح. ياهووي عاجبك يا بابا انتي وهي؟ عينيكم بنورك. ياهووي يا بشبتك يا فتحية. يا فضيحتك يا بنتي يا فتحية. والله أنا وافقت بس كده يعني منستنى بس وافقت عشان هو عشان أفكر بعد كده هعمل إيه. إنما أنا مش عايزكم والمصحف ده هيسكت بقى. انا هوقع في البلد دي. انا هقطع الشجر بتاعه واسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وشي يا حمزه ووريني شكلك عامل ازاي. يا انت انت لسه عندك تعمل ايه يا ده انا كنت بمدح على بتاع العيش. ايه؟ لا غور يلا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي لحدامك بالطوب. يلا يا مجنون غور. يلا يا مجنون غور يا تجدهي. ايه يا قمر؟ ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه معلطي نفسك كده وجهزي. ها وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي ليلتك. ليلتي يا عروسه. يا عروسه. بس يا قمر يا ناس قمر قمر البنت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار. وكأن القيامه هتقوم يا رجاله. يطلقكم مراتك بالقوه. حقها بالطرد واسمعوا دي. طب ايه يا عم الحاج هو انت كل شويه مقضيها لي الغاز؟ ايه اللي بالطرد واحلقوه ده؟ انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار. خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر وموالس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد. انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار. ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده. والله العظيم هفرقكم على العمده ده. هخلي وجه الارض كله يتفرج عليهم على مرنطه كده في قلب الارض. هتشوفوا. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف اللمبي هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجمنا وحسن ابو خد كبير. ونيجي نطربعها بقى عليه هنا في قلب الليل. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيده زينب؟ لا حول الله يا رب. الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجه تطخوا عيارين
تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ ايوه. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين ايه النهارده؟ بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي؟ اعلانات؟ ما دي الحب مش بالعافيه. تترجفي للمهجور فاطمة بتترجفينيش أميلة. هو أنت خطيبي؟ طب هو حبيبي الله تغنبها أمثال كبيرة. تقطير نعلى بيبان اتمنظر فين الزفة يا ولد؟ ايه يا بلد؟ مش هتزفوني ولا ايه؟ بيان هام، مش عايز اسمع هسه. دبت نملة، زقزقت عصفورة، ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقرة تنعر، خصوصا في الليلة المفترجة دي. فاهمين يا حوش؟ هو فين حوش يا عمدي؟ انت الحوش يا غبي. بطايه فاهم يا عمده فاهم. غرقتك ده يا فمك غور يا الله. انت يا اختي بتتحسوكي ليه يا بنت؟ انت روح امك انت، مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا ها انا عايزه ايه؟ لا صحيح في ايه يعني؟ تعال يا عم. وطي صوتك طيب. على ايه؟ ايه بالراحة. خير يا نور عيني. خير يا راجل، مالك في ايه؟ لا يا أصل الزفة خلصت وانت كلك نظر، يعني بعد الزفة ايه؟ الإجراءات يعني. انت يا راجل مش زفيت وتزفت وتنيلت بستين نيلة؟ في ايه تاني؟ واني يعني حجيب العيل بالزفه بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليله الدخله دي تقضيها معايا انا؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع على السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللندا يا عمدي. ليه؟ هي غارق؟ وطي اللندا. حاضر يا بتدري. ايه العجلبيتك يا عمدي؟ اغسلي الشر يا بتدري. ايه العجلبية يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عيني. العمده مرضه مني الليله، ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمه تقومي يا بت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبه تحلبي وترجعي يا بت تنضفي الدار. العروسه قال. والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حضرتي فتحي ده سليبي تمام. يا حضرتي سليبي
حبيبتي اطلعها. ايه رايك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سيدي. الحمد لله. الحمد لله. أخيرنا فتحية. القدر جمع بعضنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي وبهجتي فداك يا سيليبي. أخيراً السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حبيبتي فتحية أنا. قول يا عيني. أنا. إيه؟ أنا جعان أوي. يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال. أيوه. تعال شوف. تعال شوف أكل العروسة. الأكل بينادي أكاله. كل. ما تحت الحمد لله ربنا بيقطع من هنا وبيمسل من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهيم ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فين؟ انا رحت بينك والكنز راح كمان. يا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو. هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى. الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليب؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه وقنعت واروح واخد برضه متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي. هو ده كنز. يا بصيرتي يا بصيرتك يا فتحي. نهارك الزوز يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصيرتي. بتحبيني يا بنت. يا بنت مش انا اللي اضحي بيك عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه فتحي. انا أنا سألت واستقصصت. ها؟ سألت واستقصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض إن احنا متجوزين بعض من سنين أو من زمان أو يعني من يومين. فاحنا مفيش. أنت تحلي لي دلوقتي يا بت. أنت تحلي لي. والجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني أنا دلوقتي عايز يعني أنت شايف كده يا سليبي؟ وأنا شايفة ده كده. ده أنا هقوم ده أنا هموت. إيه بت؟ إيه بت؟ انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم انزل على المركز وابيع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحد. خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ في بيتي وعلى فرشتي. استنى لا صاحي. طبعا خلا حضرت العمدة وهيتك عايز اتنين لبن ده حليب ومعهم بصمتين وخيارة. خيارة؟ ايوه داني اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سليبي. صباح الخير يا تروحة. حياتك بقى زود الاوردر عشان قدر صحيح تقابل مرة تفطر معانا. انا عارف انه ده راست اوردر. ها؟
اهو اتفضل بقى انت عايزه ايه؟ انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طلب مني شايبه حليب وبقسماطين وخياره انما القته عليا انا ده انا حصرب من دمك يا فتحي اثبت يا عم الحاج اثبت ايه؟ انت هتعمل ايه؟ اثبت محلك انت بتتكلم مع مراتي مراتي وانت واخدها مني غصبانيه ومن ساعه ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي يعني الطلاق الغصب ما ياكلش صباح يا بركه يا عريس صباح يا بركه يا عمدي اصحى يا عمدي يبقى انا جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شويه كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي ها وتقول لهم مشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار انت بقيت بتعوم في قلب العار نطلق كلك على بعضك كده عار في عار كفاية كده يا سيليبي الراجل ده برضو في بقابة ابويا شايف انا نام قصيدة البت دي والله بسون العيش والملح والله بحبك يا سيليبي وانا يا بنتي انا موت في ان انا عينيك من الداخل ما تجيب بوته بقى بقى يا سيدي هذا الموقف بيسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني صحيح صحيح اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي اصحى بقى مش كفايه عسل بقى ايه انا رايح وراجع ما تتحركش انا خرجت فين انا عايز اهرب دلوقتي تخب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي انا مش فاضي انا ايه ده بيتك وده مطرحك ودي مراتك وحنا حراضيك وهنسويه وحراضيك والله بس اصبر عليا بس راجع لنا حضرتك وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي عملت حنوبه على صدري انا عقبال ما استنى لحد ما يجي الراجل ده يلا نهرب يا سيليبي بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه انت بتقول ايه يا سيليبي يلا نهرب يا بنت بهزر معاك طبعا يلا هاتي شاهد التربه ده والجلابيه بسم الله ما شاء الله ايه الحلاوه دي الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس صباحيا مباركه يا عمده خليك افشل افشل جن خليك افشل جن حسني هيكفي على وشي يا سيدي كده حلو قوي بس بسرعة اللي جابك الحتة دي هنا مش عارف انت جايب ايه بسرعة يا سليم زي ما اتفقنا متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه بس يلا تعالى اركب بقى حاضر حاضر يلا حاضر انا بهلك على مهلك يا سليم طب اخبي وشك يا سليم اخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب يا لهو بالي يا فضحتك يا عمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا حضرة العمدي يا فضحتك يا عمدي يا فضحتك يا عمدي يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي ايه يا دي احمر انت ما تتكلم في ايه ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي يا نهار مش فايت لازم تداري على عارك يا عمدي يوعى لا دي كده زاطت ولعلعت وانجلت واتنفخت مش العمده اللي يلبس الخازوق ايه ده اللي اولع فيكم كلكم وفي البلد وفي الكل كليله ايوه انا عارف الفلاحين هم اللي اول واد الجربوع اللي اسمه لمبي اسمع يا جلاب المامور اؤمر يا عمده الفلاحين دي لازم تتربى ويتعلموا الادب نربيهم ونقدمهم يا عمده انت ادعي الواد ايوه جلابك يقفلوا عليهم الهويس وعطشوا الزرع وبوروا نار حاضر جلابك يا عمده يسلم فمك يا عمده العين بالعين والسن بالسن والبعد اصلا يلا يا حيوان انت اتحرك خد الغفر وروحه عايز اشفي غنيني
لازم تهدى يا عمدة، انت لسه عامل فتاة، عرقك هيضيع منك يا راجل. مالكش دعوة بعرقي. الواد اللي اسمه الليمبي ضيع علينا الفطار. سيبوني دلوقتي، مش عايز حد. اتفضلوا بقى اخرجوا بره كلكم، يلا بقى. عايز اقعد لوحدي يا ناس، عايز اقعد لوحدي. يا سوادي يا امه، يا سوادي يا اختي. طب هنعمل ايه؟ قفل علينا غويس ومنع عننا الميه اللي فيها لقمتني. طب هنقول ايه؟ انا ما عنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل. في حد عنده حاجه تانية يقول ايه؟ لا والله يا اخويا ما كانش ينعز، بس ادينا قاعدين اما نشوف اخرتها. ما هو احنا لازم نعمل حاجه، مش لازم نسكت على الظلم ده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا محضر له دعوه تشله في مكانه. قولوا امين. امين يا رب. ايوه كده، عشان دي كلنا كلمة. طب واخرتها يا رجالة؟ سبحان الله يا سليب، الكاركتة جاية في بعدها. اما دي كل حاجة مدروسة ومتخططة. احنا في ظهرك يا زعيمنا لحد ما تخلصنا من الاتفاق اللي بيننا وبينك. أيوه. اتفاق ايه يا سليب؟ انا عارف، بعدين انا كل اللي حصل بينه وبينه انه قعد معي وقال ان انت هتحرر البلد. قلت له خلاص احررها. وانا يعني احررها؟ يعني هتعمل ايه يعني؟ انا عارف هو الراجل ده اصلا ما بلوش، ما بلوش الراجل ده. مش كتر خيره، ده بدل بتقول له بوشاكرين. هو ده ايه؟ بوشاكرين. بوشاكرين؟ ايوه. وده قاله انت؟ بوشاكرين. العفو. خلاص ريحت لحنيتك؟ ايوه. ايه الناس قاعده كده ليه؟ مش عارفه يا سيدي. هم الناس اللي بتسوق الجمعه ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام. وانت فين يا راجل؟ منو؟ تعال انجدني. اطمنوا يا رجالة، اطمنوا. زي ما الزعيم الليمبي حررنا من الاحتلال الخارجي، ان شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي. يا صلاة النبي. حلاوة النبي، حلاوة النبي. انا منكم منكم منكم. هو دي البطل اللي بيجي في الوقت المناسب. ايوه. بعدين يا رجاله لازم نمشي ورا زعيمنا. تعال ادر شويه الكئيبه. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عندنا حلين. ما لهمش تالت. قول. ان احنا ندعي عليه ونشله ويجي له كساح وحصبه، يا اما تتصرف مع العمده وجبروته دافل علينا الميه ومش عارفين نستحمى. وده انت وسطينا اهو شامم ريحتنا. ايوه عنده حق يا سليبي، ريحتهم بعفدي. يا هذا بن شوي. لقد حينت اللحظه والويقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه. ايوه صحيح. صح ولا ايه؟ مظبوط تمام. لانه ممكن نموت من الريحه. ايوه طبعا. بني ادم يخد يعجن. صحيح مظبوط. احنا اول حاجه في ثروتنا دي الويقع بيقول ان احنا لازم نستبزه. نستبزه. بقول لك يا زعيم، الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها، عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه. ايوه مظبوط تمام. انا ما بختلفش معاك في القضيه، بس احنا يعني لازم في الاول انا بقول لك ان احنا نستبزه زي بتبتدي بالاستبزاز. ايوه. واخد بالك وبتكمل بقى المسيره بعد كده. ايوه ايوه صحيح. امال الفضل حي. انا هنا يا سيليبي. ايوه. البلد بيحتاجالك. ايوه حاضر. خلص. انا هحاول اجيب ليا من البلد. اسمعني بقى. يلا يا سيليبي. ما خلصت بقى ترد قوي. الله. يا هذا درشواي العتيقه. ايوه ايوه. يا هذا درشواي الكئيبه. ايوه. لقد حينت اللحظه اللي الويك عبد الله يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ. ايوه صحيح. ليه بقى؟ لان اللي ملوش قديم. ايوه. ملوش جديد. ايوه مظبوط. زي بالظبط كده اللي ملوش ماضي. ايوه
ملوش حيدر. والوقت اللي يقول دلوقتي بيعدينا البيض ها انه انا انتم وانتم انا. تمام. مين الحمار فينا بقى مش مهم. ونبقى لنا ايه لنا كده شمخه في الكلمه. خد بالك. والواقع بيقول انه لا للظلم. ايوه ايوه طبعا. ايوه. والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه. ايوه اهم حاجه دي. ولا للفقير. ايوه. ولا للغني. ايوه. والله الغني. ايوه. يا رجاله يلا بينا يا رجاله. ولا لكم تعالوا من هنا. مش ده بيودع على هناك برضه. يلا بينا يا رجاله. ده
أم الفنة ما فنش لبي. لا ده كان سفان. إنما ده بيت دلوقتي بقيت برات الزعيم. يا نهار اسمح. ده حبك قوي يا بنت والله. وأنا بحبك يا لبي. أنا كمان بموت فيك، بس أنا خايف الثورة تروح في اتجاه تاني الوقت وإحنا مع بعض كده. اهتف. أيوة. اهتف يا زعيم. أيوة زعيم. أيوة هاتف. طب اهتف ورايا يا فتحية. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. عبدة؟ يلا يعني ده إذا كان سلبي مش هتبقى عبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العمدة. إرحان 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 يعني امشي. إرحان يعني امشي. يلي ما بتفهمش. يلي ما بتفهمش. إرحان 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 إرحان. عندي بيت انت عارفه يا تدري اني بقالي 30 سنه عمدة دنشواي ابا عن جد. عمري ما حسيت اني مالي مركزي قد اليومين دول. ايوه امال هم هيلاقوا في البر كله عمده زيك. ده انت مراعي مصلحه اهل البلد كلهم اخر حاجه، حتى الانجليز شايلهم على كفوف الراحه. ما هي دي الشطاره، ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه. بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا. ايه انت هم ارتاحوا واخر غندره يا مبطرخه. يا عمدي يا عمدي ايه يا زفت انت في ايه؟ البلد هيجان عليك وعلى افعالك الهبله. اني افعالي هبله يا ابن الهطله؟ غور نجيب حشاكتك ده يا فمك. ده كان زمان، انما سلمبي فنج العينين ونورنا يا حراميه. اخرس انكشح يا واد بدل ما تخك. هنكشح وهغور، وادي حاجتكم اهي، انا هنضم للمعارضه. غور يا ابن السرمه، هتشوفوا ايام سودي. غور يا ابن السرمه من هنا. جبريل والله يقطع خبر امك. ايه ده؟ يا عمدي الواد اللمبي فتح عينين الفلاحين علينا، يكونش يصدق انه زعيم بصحيح. انت لازم تتصرف يا عمدي. طب والعمل يا مي تدري؟ وهي دي تفكيره، ما تتصرف قبل ما تبقى هزو. لا قطع لسان اللي يقول عليا كده. الموضوع ده لازم يخلص الليله، ارميه من فوق والليله يا عمدي. طب افرضي انه وقع وما ماتش، واللمبي قرره وعرف منه سر الكنز. علشان تطمن تخه قبل ما ترميه. ارميه منين يا ولية؟ يا لهوي يما، هترميه من فوق الحصيرة يا راجل، من فوق الدار. يا ساتر عليكي، ده انت مرة سو بريه من شرك. قوم يا راجل. حاضر، اديني غاير في 60 داهية. راجل بلط. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. 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 هيصة هيصة عندي عمدتنا. هيصة انزل يا عمدة،
نازل لعمدة عشان تشوف الموجة الثانية من الثورة. الناس ايه؟ بس مشيت. الناس مشيت. فين الناس يا بنت؟ الناس مش عارفة يا سليم، بس أدي معاك. تعالى ايه؟ الناس اللي مشيت دي ايه؟ فلول ولا ايه؟ ايوه فول. نفسي في فول وفحلم بصل. بس وقرنين بس بس فاهم. جوعت يا سيدي. انت جوعت ايه؟ جوعت من الهتاف. هتاف ايه؟ ده انا اللي طلع من ام اللي جابوني. احنا الوقت الثوره باظت خلاص. ايوه الثوره فكرت. يلا اهتف اهتف يا سعيد اهتف. ادي سخنت. سخنت ايه وانت هتشوط البلد؟ ايه اللي سخنت؟ انا تعبت بقى بهتف من اول البلد. عيب انت سعيد اهتف يا ست. مش هتنالي على عيني اللي جابوني. هتاف انت بقى. خلاص بس بس يا سليبي خلاص خلاص. يسكت يسكت حكمي العبد. يا لمبي ادوه هريس اهو. مش هو ده سبب نزولك البلد؟ ادوه مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه. وماله؟ خده بس جثه. ما تموتنيش يا عمدي انا اعمى. اخرس يا كلب. هريسة جدو. جدو انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه اللمبي. انت اللي كنت بتطبل على الطبلة؟ الحمد لله الحمد لله. هي دي البشارة. اللمبي بيطبل على الطبلة. ايوه زي ما قالولنا. وكمان الدبانة الحمراء هنا على كتفي. انت اللمبي. ايوه أنا مبسوط قوي. ايوه انني فتحت قبل ما اموت. دونك وهقول لك على سر الكنز. قول. ايوه بس مش هقوله لك هنا. امال فين؟ هقوله لك هناك تحت الشجره. هتقولي هناك تحت الشجره ازاي يعني؟ فين الشجره الشرقيه؟ عارفاها. انت عارفه الشجره الشرقيه؟ ايوه ايوه خلاص ماشي. الشجره دي ليها فيها ذكريات. أيوة. كنت بقعد انا وستك هناك وناكل برتقال. ناكل برتقال. الله يرحمها. الله يرحمها. هي فين دلوقتي؟ ماتت. لا والله. هي السبب في ضياع عيني. كنت احذفها بالبرتقاله. زمان بتحذف لي بالبرتقاله. ايوه وفي ساعه تجلي حذفت لي البرتقالتين. ضيعت عيني بس كان عمى مؤقت. الله يرحمه. خلاص كنت تحت الشجره بقى. سد معايا بتحيي. حاضر يا سيليبي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يا اهل البلد يا اهل البلد. يا خالد يا شهاده. ابو الحاج هريسي بيفرفر وشكله هيموت دلوقتي اهو. يلا يغور قبر يلم العفش. ده قاعد يتسلف من كل واحد فينا النكله والسحتوت لحد ما بيعنا هدميتني. يعني ايه يا فلاحين؟ هنسيب هريسه ده يموت كده من غير ما يقول لنا مكان الكنز فين وفين خباه؟ يا نكدي احنا نروح كلتنا كده ونكتم على نفسه لحد ما يقر مكان الكنز ده فين. ايه يا سخام الطين اللي انت بتقوله دي؟ نروح كلتنا ونكتم على نفس. بيقول لك بيموت بيفرفر. هنعمل في ايه تاني؟ امال هنعمل ايه بقى يا سهار؟ الله يخرب بيتك خرعتني بالراحه مسروره. انا عندي الحال. ايه اكيد الاكيد هريسه دي وهو بيودع هيقول لي لابنه ضناه عن مكان الكنز. يا سلام كلامك فطير مشلتت يا حاج. ده كلام موزون بصحيح. هو ده الكلام يا مهضم. يبقى احنا نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخده لوحدي. قصدي يعني اخده لوحدي وبعدين اقسمه علينا بالتساوي. والله كلامك فرص بعجوة يا حاج. كلام موزون بصحيح. الله يفتح عليك يا مهضم. يبقى مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي. براو عليكم يا رجالي. يلا بينا على فين. الله يخرب بيوتكم.
على الليمبي وهو بيسمع من هريسه مكان الكنز. يا بهاي يلا بينا يلا. ده مهلك جدي، ده مهلك جدي. انزل انزل، حط لك حجر اهو. انزل ريح. ايوه. طب وبعدين يا سيدي؟ اللي بعدين ادينا قاعدين بقى لما نشوف اللي هيحصل فيه ايه. يا عبدي ايدي يا سيدي، ايدي يا خايفي. بس بنت، بس بنت العلامه، بس العلامه، العلامه بتاعت الكنز بس. ايوه سليبي. مفتاح الكنز، مفتاح الكنز. ما كدبتش، ما كدبتش يا سليبي. وصفة الكنز كبات. انتوا مالك متأثرة قوي كده ليه؟ يلا بينا بقى عشان نروح نمشي بقى. يلا. لا يا سليبي، لا، ما اقدرش، ما اقدرش اسيب ابويا وامي، ما لهمش غير.